الشارع اتقعد. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة والشارع جاهز ومعادنا معاه بكرة. خد الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريق بيه ممكن تمضي؟ فريق بيه فريق بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. سلام. ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس. انا عديتهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسوا. ده تكون نقطة. سلام عليكم. عرفيني يا فريد بيه. راجع البلد قبل المغرب ما يبدا. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجن وهجيب جمجموسه على معزتين واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكاتك الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. انا بيتي موجود وتحت امرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقوا. شوف انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعة الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سال عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما هي هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني هرست حالي واروق الاناني واجي لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين انت الاخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اسكوريلي. فوتك بعافية. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان.
خلي بالك على نفسك. وادي شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلد الرجلية الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاتة زي دي يا راجل؟ كترفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كترفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. محاسن محاسن. ايوه اهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات؟ خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا حاسبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. متشكرين قوي قوي قوي. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك ابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟
أنا مش مستريح حال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد. ربنا كتر لنا من لحمكم. ونثبتهم ما يبقوش ظهراء. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟
يا لهيب يا لهيب انت. أول واحدة تانيك. عشت يا رمرم الله يحفظك. أنت عندك إيه الليلة؟ لا بقى، أنا الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش أحلم إن أنا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد، دخلي الحاجات في أوضة البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. امال انا مش لبها، ما انا لبها اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مانيش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي قول لي يا عبد الوهاب، انت حاسبني في مصر كده من اربع حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى أنا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل أنت، أنا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس أنت. أنا جاهز. وأنا كمان جاهز. فريد بيه الغطريف، المليونير العظيم. اموت انا في العظيم ولا في اللي قبليه؟
بغير بغير. يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ زبون تقيل مليونير. مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جا تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟